كان يجرى ايه في الدنيا لو اتجوزت واحد يهنيكي ويسددك وهو كان موجود قدامي؟ حشر ده الدبر اللي بيطير المقص من زكي بمليون راض. تذاكر ورق لا وشربك ذهب. عايزه تفهميني انك بتحبيه؟ احبه ده يا بنت. انا احبه ايه؟ ده انا بموت فيه بموت فيه. تذاكر يا اخ سيرفيس. تذاكر يا اخ. مش قال لك سيرفيس؟ لو سمحت. ايوه طيب. عدو نعم. كنت شيل ايراد العربية معاك. ليه؟ في اتنين سيرفيس ركبوا العربية. وساكت. طب كنت الحقني ولا الحق الراجل الغلبان ده بدل ما انت واقف ساكت كده مش عارف تنطق حتى ولا كلمه. يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي. ما تطلع علينا يا باشا. خلي اللي عطاك يعطينا. ده انا اكلي الحلو صحيح. ادي الحلق للي بلا وداه. خلي عندك دم وتلم. ما اقدرش مش قادر الم نفسي يا جميل. تحب اجيب لك اللي يلمك؟ ومين بقى اللي هيلمني؟ جوزك زكي؟ زكي جوزي بمليون زيك. ويمين الله اللي مسكت اللي افرج عليك سلقه يا ابن المجنونه. ايه ده؟ جميل منك برضه يا عسل انت حلو. يا احمر يا جميل. حقك عليا يا استاذ عبد. انت ايه يا اخي؟ تنطق ايه؟ ما صحبش عليك الراجل الغلبان ده اللي اتسرق؟ يمين بالله قلبي كان متقطع عشان متقطع؟ انما اعمل ايه؟ انا لا حمل الناس ولا حمل رسالتهم. يا عبد انا بنزل من البيت بعد الساعات والدقايق لحد ما ارجع عشان اقفل عليا باب بيتي واكفي خير شري. لا زعل حد ولا حد يزعل مني. انا مش عارف اعمل ايه عشان ارضي كل الناس. بقول لك ايه يا حضرة الناظر؟ شوف لي واحد يشتغل معايا في العربية غير الافندي. مو لو على قطع عيشي مش هشتغل مع الافندي. انا زكي اللي ساكن في البيت بتاع العمرانيه وانا بدفع الايجار. قالوا لي ان حضرتك عايزني. اهلا. اتفضل يا اخت. تشرب ايه؟ كتر خيرك مفيش داعي. تحت امرك يا شيخ طبيعي. شوف يا زكي من غير لف ولا دوران شقتك انا عايزها. البيت كله فاضي وانا عايز احوله المخزن. قلت ايه؟ ايوه بس انا والجماعه هنروح فين؟ انا هدي لك ثلاث دواجي وحدي لك كمان شهرين تعذب. ها الايام دي صعب تلاقي سكن رخيص. انا قلت حدي لك 3000 جنيه يا زكي. يا كده هتحصل عم السيد. يا عالم يا عالم يا روح حرام عليكم. هروح فين لو العيال؟ حرام عليكم حرام عليكم. قلنا لك اطلع بالزوم مفيش فريده. ذنبك على جنبك بقى. واطلع ليه؟ اروح فين؟ ايجار وبتاخدوه كل شهر عاوزين من ايه تاني؟ معاك ايصالات يا حبيبي؟ ما كنتش باخد منك ايصالات، كنت مديك الامان. هو العالم الطيب ملوش عيش في الزمان ده.
عالم ارحمونا حرام عليك. طب غور من وش بقى بالسعادة، غور من وش، وانت خلال ابنك وهمة خلصونا بقى كده. يبقى انا بقى يا عاجل يا مقتول. ايه يا ولد خش جوه. ايه يا ماما عايز تتفرج؟ لا مش هتتفرج، خش جوه. سيب البضاعة. هنقي كيلو يا معلم. كيلو واحد بس وبتنقي كمان؟ يلا خاطر السلام. يلا بتاع الخار على النصي. ما الخير بقى بشهر الفاكهة يا معلم، وبعدين أنا مش هاخد حاجة ببلاش. أنا أحلى لا تورسيني ولا عايز منك عسل. يلا خاطر بالسلامة، جت كنيلة زباين تجيب الفقر. يلا أخويا الكيلو قال وعايز ينقي. الله الله، ايه اللي حصل يا عم سيد؟ ربنا على المختار. قابلت شاطر ايه يا زكي؟ عقلك في راسك تعرف خلاصك. فلو عايز حد يساعدك ولا حاجه في نقل العفش بتاعك رجال بتاعك، بس فكر كويس والا هفكرك بطريقتي. ولع لي. بس انا ما بشربش سجاير. ولع لي. خد يا زكي يا ابني وربنا على المفتاح. يعني ايه؟ هنسيب لهم البيت؟ عندك حل تاني؟ تاني وتالت ورابع. هي البلد سايبه ولا كانت سايبه؟ البلد فيها قانون ومحاكم. موت يا حمار. طب هنعمل ايه؟ وهنروح فين؟ مش عارف. لا لا مش تعرف يا زكي. في ايدي ايه اعملهم؟ امسك شومه وانزل لهم؟ قبل ما ارفعها هيكونوا كاتبين قبل اسم كلمه المرحوم. واديك شفت اللي عملوه في عم سعيد واولاده. عايز يجرالي اللي جراله. قولي لي اعمل ايه؟ شوري عليا عليا. قولي لي اعمل ايه؟ مين مزه اللي دخل الحاره دي؟